حسب الأوراق اللي وصلت لبرنامجنا في مخالفة بتاريخ 22/3/2022 يعني قبل ما تكون حضرتك، وهي المخالفة تم معالجتها وتعود ملكيتها لحضرتك. جينا هلا لقينا المخالفة تعود إلى سابق عهدها، يعني رجعت من جديد تعمرت هي فوق. هاي المخالفة من جديد ما تعمرت على وضع الله، وهي المخالفة ليس لحضرتي بس الواشين واللي عميمونا بالحجار لأننا سجأة مسمرة بيقولوا لحضرتي، والقضاء يفصل ذلك ومنظور للقضاء. الله يسامح اللي عم يتهمنا. هاي ضبط شرطة باسم السيد محمد مسلماني، هذا ضبط شرطة البلدية. طيب هاي ورقة من قيادة شرطة محافظة بس محمد مسلماني. تمام. تمام. مين سيد محمد؟ تشابه أسماء ولا؟ لا، السيد محمد مسلماني المقصود فيه هو أنا. هذا اللي عم يوشي هيك هو عبارة عن وشاية لرمي، وهذا هذا الورق عبارة عن شكوى انه باسمي المحافظة بتراسلني صاحب المخالفة احد اقربائي بصراحة، وهي المخالفة قديمة وليس بالقضاء معروف كل شيء، والان منظورة بالقضاء وعم نستنى. لا، هي اتخذ في القرار بال 2022 قبل ما تكون حضرتك، بس هي رجعت كانها موجوده، يعني ليك موجوده. نعم. نعم، من قبل العيد جانا كتاب من محافظه الريف بناء وقياده الشرطه بناء على احد الواشين السابقين اللي انحبس بسبب المخالفات، ورئيس بلديه سابق موجود، بناء على شكوى الاستهداف شخصي راسلت المحافظة وقيادة الشرطة مدير الناحية، وطلعنا برفقة مدير الناحية ورئيس المكتب الفني، وتم الإجابة من قبل العيد إنه هذه المخالفة قد لم يتخذ أي بناء جديد فيها، وهي على الوضع الحالي منذ النظر فيها في القدر.